لا في ناس تحدوني بدهم شيء اني انجح، خاصه في الاردن في طبيب قسم العظام. هلا بتعمل لهم هيك قال شو بدك تروح تعمل في امريكا؟ بدك تشتغل في التمريض ولا ما؟ لكم مستحيل. قال حدا يشتغل في التمريض. Oh my god, you guys will not freaking believe it. It's 3 AM and I'm going to Chicago. You guys might wonder, what am I doing in Chicago this early? Well, my boy Mahmoud from Jordan is sitting for his NCLEX today and we're gonna document his story. I've been coaching him for the past 8 weeks and fingers crossed he's gonna pass today. He failed twice, you know, before he found my channel, but we did a lot of work on him. Hopefully he's gonna pass today. شو اخبارك؟ منيح؟ كيف المعنويات؟ منيح شد الهمة شد يا محمود وين رايح هلا؟ رايح على الامتحان. شو عندك امتحان شو؟ انكليكس. يا ويلي كيف المعنويات؟ المعنويات الحمد لله عالية. كيف التحضير؟ very good. قد ايه لك عم تحضر للامتحان؟ 10 أسابيع. احس انه كم وقت كافي؟ كافي. تمام. خد بريك، فوت على الحمام، غسل وجهك، تنشط، احكي مع حالك بالمراية، تاني بريك خد كل هدول اللي معك ورجع مشرج. كل سؤال بتحله بتخلص منه بتخلصنا. اوعى تفكر بالامتحان تقول يعتمد على بعض بتقول انا لا شكلي ساقط، شكلي مش ناجح، شكلي كذا. اوعى يعني اخر شيء بده يكون همك بالامتحان انك ساقط ولا ناجح. اخر همك انت عم تعمل امتحان، اخر همك ساقط ولا ناجح. بدي كل سؤال لما بتحله تعتبره انه هيدا السؤال واحد واقف يعني جاوب صح بيعطيك اللايسنس. كل سؤال مهم ما تقول انه هيدا عمرات ما بعرفه كذا بتطنش. دور على keywords. طيب انت بتحضر حالك بدك تحل 260 سؤال. كل شيء من بعد هيك منه مهم ابدا. بس الساعات ما بكفوش 265 سؤال. مش مهم، هو بسكر ساعة اللي بده يسكر وبيحاسبك على اخر 60. كل ما تحس حالك يجي سؤال تقول هيدا هي ماني فهمانه، مرض صعب، مرض كذا، تذكرني انا عم بقلك ارجع اقرا مرة واثنين وثلاثة، فتش على كيورد، اقرا الاجوبة. بدي ما اعتمد معلومة مش عارف اطول على الفاضي. تقراه، يعني خذ وقتك اقراه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، مش إنه أنت قاعد على السؤال صافن. خذ وقتك إنه اقراه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ارجع اقرا الأجوبة ورجع بيك أب يور أنسر. الامتحانات الماضية كنت تصفن على سؤال وضل هيك. لا ما تصفن، لا عم تعمل امتحان انت شو عم تصفن؟ مش كلهم يعني حسب السؤال. لا ما في. يلا ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا محمود. ان شاء الله. انا متفائل. يلا نتكل على الله. ان شاء الله. God, you guys cannot believe it. I'm in the middle of Chicago, as you guys can see. The city is over there. Oh my God. I get dizzy when I look at the buildings, but the thing is, I'm looking for a bathroom. That's an emergency situation. In like 30 minutes or so, it's gonna rain really bad, and then by 12 noon, the weather's gonna be fine. But fuck, I really need to go to the bathroom. That's mission number one, before anything else. And after that, I'm trying to look for the bean. Trying to find where the bean is. So let's go. Look at me over there.
ست ساعات نطرة بشيكاغو عم بفتل بالشوارع. محمود خلص امتحان الانكلكس. محمود خبرني كيف كان هالانكلكس؟ ماني اكزوستد على الاخر. متعب. ست ساعات سكر معك على كم سؤال الامتحان؟ 136. 136 يعني مش سكر الامتحان، ست ساعات خلص الوقت سكر الامتحان. خلص الوقت ها. كيف حس؟ كيف حس معنوياتك؟ الله اعلم. هيدي ثالث مرة بتعمل انكلكس صح؟ هي الثالثة. أول مرتين كيف كنت حاسس؟ حاسس ما سويتش منيح أول والثاني. وهلا كيف حاسس؟ بس أحسن، في تحسن. حاسس إنه جاوبت منيح على الأسئلة؟ 50%. 50%؟ قلت لي بلشت منيح وبعدين صرت تحس مستواك بطلت عارف شو عم بجاوب صح ولا غلط. كان في شيء ببرات الطبيعي أمراض منك سامع فيها أبدا؟ فيها كم من سؤال بالآخر بحطوا أسئلة مش طبيعية. كم سؤال select all that apply إجاك؟ 30 سؤال. 30 والله 30 من 130 مقبول. كيف متفائل هالمرة؟ متفائل ان شاء الله خير. ليك كيف التقينا نحن؟ على لينكد ان تعرفنا عليه. كيف لحتى لقيتنا على لينكد ان؟ يعني معظم العالم اللي بيحضرونا بيلاقوني مثلا على اليوتيوب او على الفيسبوك. يعني لينكد ان بعمل اقتراح حسب الوظيفة، اذا طمنيت بعمل اقتراح. انت انا جيت اقتراح لعندك؟ يعني اول مره درست يو وورد، وثاني مره كمان درست يو وورد، والمرتين رسبت فيهم. قد ايه كنت عم تدرس؟ كم ساعه بالنهار؟ ما بنقولها بالثاني مش منتظم لانه مش ماشي على خطه صح، واليو وورد مش مقتنع فيه. يعني ما كنت عم تدرس كل يوم؟ كل يوم بس ساعات قليله مش طويله. ما في سكيدجول. طيب وثالث مره؟ ثالث مره مشينا على الخطه تبعتك. احسن، وعاد حس حاله مسيطر وثقة بالنفس. طيب وعملت ثلاثة كات صح؟ ثلاثة كات تست. كات. أول كات تست كيف عملت فيه؟ أول امتحان تجريبي منيح، الثاني لا، الثالث كويس. ثاني واحد جبت تحت المعدل، ما كنت تحت البيس لاين. الثاني فيل يعني مش كويس. والثالث عملت كثير منيح أنا برأيي، لأنه كنت طلعت فوق البيس لاين كثير. 176 سؤال تجريبي. إيه. طيب شو بدك تعمل بوب أب هلا؟ عمل مصيري؟ عادي انا بهدمش. خلص بدك تعرف اذا ناجح ولا. Have you ever taken NCLEX before? Yes. انا مش ناجح يعني شو هذا، تعبت وكنت احل يعني على الفاضي. على الفاضي التعب. انا متوتر نفسي اعرف مصيري وخلص. بدهم بطاقة. حكيت لك تغلبش حالك وما تجي. عندهم نقص تمريض وبيعملوا عقبات، نشيل العقبات يشغلونا. من هون امتحان. اعمل سبميت؟ يلا سبميت. هي طلعوا لي هاي. اعمل يا سبميت هسه. ايه يلا سبميت. غصبا عنهم بدهم ياخذوا هيك، بس على الاتحاد بدهم ياخذوهم غصبا. ما اخذوهم لي. شوف ايش. طيب شو مكتوب؟ طول بالك. شو مكتوب فوق؟ مبروك. مش مكتوب مبروك. والله مكتوب مبروك. وين؟ عمل ريكورد انديكيت مبروك. لا سرعت ولا هيدا الجود بوب اب عامل لك مبروك. والله طلعت لكم هاي؟ مبروك. طلعت لكم؟ ايه هي لازم اشوف بعيني باص. ما هي بعد يومين. وين استنى يومين تعذيب؟ مبروك يا محمود. مالك فيك على ايش بس؟ مش عارف لسه. عم بقول لك مبروك. اعيد العملية؟ فيك تعيد العملية. إذا مبروك أنت بتكون الكينج تبع الانكليكس. عم بقول لك مبروك يا محمود. ما برد عليك بندم من اول. مبروك. ايه بارك فيك. شو؟ مبروك. بارك فيك. بس مش مقتنع. الله يبارك فيك على كل حال ناجح. عيد هاش اتاكد. انت لازم يعينوك رئيس التمريض في الولايات المتحدة. بدك تخبر اهلك هلا؟ والدتي دعت لك كثير اصلا. قلت لها في واحد هيك اعطاني خطة ومرته كان نجحت. وتحدوا المستحيل وهي حامل كمان تحدت. قعدت ولادة قيصرية عملت ولادة طبيعية. صح. حكت هذا مش طبيعي زي ما الله راضي عنه. ايه. حكيت بده يجي يغلب حاله ومش عارف ايش. ومش رح يستفيد شيء بس مجرد فيديو. دعوه لك دعوه مش طبيعية، حكوا اكيد وجهه خير. محمود منه مصدق انه مشي حاله. انا قلت له الف مبروك لانه هيدي النتيجة هي نتيجة ناجحة. هيدي اسمها ذا جود بوب اب. بس هو تعلم الانكلكس تو دبل تشيك اند تريبل تشيك. سو عم يعمل دبل تشيكينج هلا.
والله انت فهمان احسن من اليو وايد واحسن من هذيك شو اسمها ريمال لازم مين. تضحك على الناس بمصاري مين هي ريمال دائما تفتح على الفيسبوك لايف وتعلم مرضي للانكليكس ولا اليو وايد موقع فاشل حتى انا استغربت يوم الامتحان انت قبل الامتحان تحكي لزوجتك انت ناجحه هي مش مصدقه ايه لا انا كنت بتعرف شو درس هم شو عملوا ليك في الجوريزم يو فولو ذا الجوريزم بدك تنجح ليك انا دائما لما بعطي شخص بقول له شو يدرس اذا بيدرس مثل ما انا بقول له 100% بينجح بس انا بعرف يعني بعطيهم دوز زياده لانه بعرف انه رح يدرس اقل عرفت؟ خاصة اللابتوب بتعطل عندي 5 أيام ايه قلت لك وماكدونالدز والشغل اللي بطلت منه ضيعت ايام كثير يا هلا بدنا نبلش لك وظايف بدنا نشتغل في ماكدونالدز شهر شو بدك تعمل ماكدونالدز شهر؟ لحد ما تطلع اللايسنس يا طبيعي ايه طبعا ها بدهم 200 دولار هلا عم بتقوي قلبك عم تعطيهم 200 دولار لا من زمان بعطيهم حلوان المسؤول حكى استعينوا على حوايجكم بالكتمان كويس بيحسدوني برسم هلا صح بيحكوا عني ما احسن وبرسم بضل يعيد شو المعنويه بيحكوا عني انا في امتحانات مثلا انا شيء اخذ ناس اكزام عدته 3 مرات وين؟ ايه في سيرتيفيكيشن اكزام عدته 2 بتكون حاكي للناس كل شيء؟ انا على طول بحكي لساعد عرفت يعني لانه غيري بتعلم من اخطائي عشان هيك انا بحكي أنا في ناس تحدوني بدهم مش يعني أنجح خاصة في الأردن في طبيب قسم العظام هلا بتعمل لهم هيك قال شو بدك تروح تعمل في أمريكا بدك تشتغل في التمريض ولا ما بكون مستحيل قال حدا يشتغل في التمريض ما في أبدا ما تخلي حدا يقول لك في شيء أنت ما بتقدر تعمله دايما ما في ناس غيرانين بحبوش واحد ينجح بحياته يعني دايما بيجربوا يحطوا معنويات بيجربوا يكونوا نيجاتيف بالنسبة لك أنت؟ مش لي أو للأشخاص اللي بيكونوا عم يحطوا كومنتس بصير بحطوا لهم نيجاتيف كومنتس شو؟ زعيم الانكليكس يو هاف ريسنتلي سكوت يو على الإكزام مبروك أنا زعيم مبروك أني عم بقول لك مبروك يا محمود الله يبارك فيك عم بقول لك مبروك خلص صرت آر إن بأمريكا أحب أشوفها بعيني رح تشوفها بعينك بعد يومين بلكي غلط الكمبيوتر الله يكفيك انا بفضل الله وبفضلك انت خطتك حبيبي اللي بيمشي على الخطه تبعتك ما بيندم من العشرة للتنتين بده يطلع الريزلت بهذا الوقت ابعث لك اياه ايه بس صور حالك انا شو بدي اكون عادي صور حالك كيف مع النتيجة ولا هيك لحالي هيك؟ لا هيدا بتحط التليفون بتحط فيديو بتكبس ستارت بتحطه وبعدين تقعد على الكمبيوتر بتطلع النتيجة الساعة 9:30 أكيد الريزلت طلعت نشيك عليها كويك ريزلت إيجازة بدهم 795 داخل المعلومات شو كان النمبر مش عارف اكتب 7-5 My mission. أي سنة 2021 يا آخر خطوة Thank you.
بدهم سبميت سبميت وهيدا. مرحبا، انا محمود ممرض من الاردن، جيت على امريكا من سنه، من سنه كامله وانا ادرس على الانكليكس ورسبت مرتين وببحث وبدور على مصادر وبدفع مصاري كله على الفاضي. بالنهايه وجدت احسن مصدر اللي هو محمد يونس الفاسلايس. مشيت على كل خطوه في البلان اللي اعطاني اياها، والحمد لله هي نجحت في الانكليكس بجداره الحمد لله. نصيحه لكم، ما بتتعبوا ما تدوروا على اي مصادر، انا جربت كل اشي، كل اشي على اليوتيوب وكل اشي على الانترنت على الفاضي، ما في اشي بزبط مع الممرض اللي جاي من خارج امريكا الا الفا سلايس هاي، وهو خبرة هو نصحني ومشيت عليها. هاي نصيحة لكم اذا حابين تنجحوا بالانكليكس اللي هو اول خطوة لكم عشان تشتغلوا بالتمريض في امريكا. وشكرا. There you have it guys, good pop up, another success. محمود made it. He passed his NCLEX after failing twice. But that's what I'm saying, guys. If you follow up the algorithm, you're gonna pass no matter what. It doesn't matter your level, you know, in nursing. It doesn't matter. You just need to have a nursing license and I can make you pass, period. So, next webinar is coming soon. If you are sitting for your NCLEX in the next 3 months, I would suggest you take that webinar because it's gonna change your life forever.